شكرا. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. كان معانا خطوه هذه اشقى كم جامعة الموصل تسابق الزمن، جامعة الموصل هذه الجامعة التي أراد لها الظلاميون الموت، دمروها، حرقوها، دمروا كل شيء فيها، مختبراتها، مكتباتها، قاعاتها الدراسية. تسابق الزمن، ليست لتعود كما كانت، كلا، ولكنها لتعود أجمل وأفضل مما كانت. اليوم نقف في أحد القاعات الكبرى التي دمرها الظلاميون، حرقوها ودمروها، أعيد بناءها، واليوم نعيد افتتاحها مرة أخرى بحلتها الجديدة التي أصبحت تضاهي أفخم ما يكون من القاعات الدراسية. ستستخدم هذه القاعة لخدمة كلية العلوم بطلبتها المتميزين. جامعة الموصل تفتح أذرعها للجميع، توفر كل منشآتها وخدماتها لخدمة هذه المدينة. بتعاوننا معا ستعود مدينتنا الحبيبة الموصل مشرقة وتبقى دائما متألقة إن شاء الله. استكمال مسيرة البناء والإعمار التي أوعزت بها رئاسة جامعتنا الموقرة بعد انتهاء أحداث داعش وبعد انتهاء الفترة الظلامية، كان من ضمنها إعمار القاعة الرئيسية في كلية العلوم، هي قاعة الأستاذ الدكتور فاروق صنعان العمري، واليوم بحمد الله وفضله تم إعمار القاعة بشكل كامل على أحدث الأسس العلمية وبتوفير كافة التجهيزات الحديثة. بهذه المناسبة الكريمة نشكر السيد رئيس الجامعة، نشكر الدعم المتواصل لوزارتنا الحكيمة لكل الإعمار ولكل المسيرة النهضة التي تخططها جامعة الموصل، ونعاهدهم على أنه تبقى جامعة الموصل منبارا للعلم والعلماء وأيقونة لكل الجامعات العراقية. هذه القاعة تم ترميمها بتمويل من منظمة اليو ان دي بي، تم اعتماد المواصفات الحديثة في تغليف الجدران وفي كذلك منظومات التدفئة والتبريد داخل هذه القاعة. بالتأكيد راح تشكل إضافة جديدة إلى البنى التحتية لكلية العلوم فيما يتعلق بمحاضرات الطلبة وكذلك نشاطات الكلية والاحتفالات الكلية. هي خطوة في طي صفحة داعش بالكامل داخل جامعة الموصل التي اقتربنا يعني من تمزيقها وليس طيها بالكامل من ربوع جامعة الموصل. جامعة الموصل لن أقول ستعود ولا إنما أقول عادت أفضل مما كانت وتصدرت المشهد مرة أخرى بين الجامعات العراقية، وهذا هو الموقع والمكانة الطبيعية لجامعة الموصل بين الجامعات العراقية.